سيد فؤاد حسين إذا كان عليه ملف احنا ما كنا نرشحه، مو إذا كان رجل غير نزيه ما نرشحه، طيب إذا كان رجل مو سياسي ما نرشحه، إذا كان رجل ما يخدم العراق بهذه المرحلة ما كنا نرشح دكتور فؤاد حسين. طيب. وليش الإصرار من قبل الحكومة الاتحادية على رفض دكتور فؤاد حسين؟ شنو أسباب؟ شنو الأسباب؟ نريد نفتهم. إذا كان مقنعة أسباب مقنعة وأسباب يخدم الشعب العراقي ويخدم طيب. الشارع العراقي، احنا ايضا نجيب مرشح اخر. مو بالمقابل الطرف الاخر، بقيه هذه الكتل والنواب ايضا سيطالبونكم دكتورة ميادة. شنو سر هذا الاصرار من قبل الحزب الديمقراطي على ترشيح السيد فؤاد حسين؟ يعني اليوم كردستان ما بها شخصيه سياسيه قادره على اداره وزاره سياديه مثل الخارجيه الا السيد فؤاد حسين. يعني تتعاملون ويا اقليم كردستان معامله خاصه، لان وضع اقليم كردستان الى خصوصيه و كيان سياسي وكيان ديمقراطي وكيان دستوري، ولهذا اقليم كردستان يجب ان تتعامل ويا ككيان دستوري.